بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه هي الإشراقة 18 من سلسلة إشراقات رمضانية. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين والمشاهدات، سنتحدث عن ختام رمضان تحت عنوان اختم شهرك بالتوبة. ما أعظم أن يختم المسلم عمله بالتوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمهما في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل مجلس، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة، وهو يقول أستغفر الله وأتوب إليه. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر ويتوب إلى الله أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. يعلم الأمة كيف تقتدي به، كيف تكون هذه الأمة سباقة إلى التوبة، سباقة إلى الاستغفار، وأن تختم كل عمل صالح بالتوبة. نحن في شهر رمضان، شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر التوبة وشهر الإنابة وشهر الرجوع إلى الله وشهر العتق من النار. احرص على أن تختم شهرك بالتوبة، والله عز وجل يأمرنا جميعا بالتوبة، فيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل سبحانه أيها المنافقون أيها الفجار أيها الفساق، وإنما قال أيها المؤمنون، وذلك لنعلم أننا جميعا معنيون بأمر التوبة. الكل يجب أن يتوب، الطائع يجب أن يتوب، العاصي يجب أن يتوب، المصلي يجب أن يتوب، كل مسلم مهما كان شأنه ينبغي أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. فإذا كان هذا الفاسق أو هذا العاصي يرتكب الذنوب والمعاصي يلزمه أن يتوب منها، فكذلك الطائع قد يكون عنده خلل ونقص في عبادته، أو قد يحضره رياء في عبادته، فينبغي أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله. ما الذي أدراك أن هذا الصيام قبل منك؟ ما الذي أدراك أن هذه الأيام 26 أو 27 كلها قد قبلت منك وفتحت لها أبواب السماء؟ فلذلك ينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تندم وتحرص على الدعاء كي ترفع هذه الأعمال كلها تامة تامة تامة. احرص على التوبة، احرص على الاستغفار. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة باب عظيم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله عز وجل يعرض على عباده التوبة في كل ليلة في كل يوم، يفتح لهم أبواب التوبة. ما أعظمك يا رب، ما أحلمك يا رب، عبادك يفرون، عبادك يهربون، عبادك يفرون منك وأنت تدعوهم إلى أن يتوبوا، تدعوهم إلى أن يرجعوا. ما أحلمك، ما أعظمك، ما أكرمك يا رب، ما أحلمك وما أعظمك يا رب. العباد يفرون منك وأنت تطلب منهم أن يفروا إليك، وتدعوهم إلى أن يفروا إليك وأن ينيبوا إليك وأن يرجعوا إليك، ويدعوهم للتوبة ليلا ونهارا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وفي آية أخرى، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، دعاهم وناداهم بنداء الإيمان، ثم طلب منهم أن يتوبوا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. وذكر العلماء أن التوبة النصوح ما جمع شروطا، منها شرط الإخلاص أن تكون خالصة لله، ومنها الندم
أن يندم الإنسان على ما فرط في ماضيه في جنب الله، وأن يكون عزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب أبدا. الإنسان كان يدخن قبل رمضان، يعزم أن لا يرجع إلى ذلك التدخين أبدا. كان يشرب الخمر، يعزم أن لا يرجع إلى ذلك الخمر. كان يرابي يتعامل بالربا، يعزم أن لا يرجع إلى ذلك الربا أبدا. الإقلاع، وأن يقلع عن ذلك الذنب إقلاعا تاما لا رجعة فيه. ثم أن تكون هذه التوبة قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وأن تتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لقول الله سبحانه وتعالى: يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فلذلك معاشر الأحبة، هذا الشهر فرصتنا إلى أن نتوب، فرصة للتوبة والرجوع والإنابة والإقلاع عن سائر ذنوبنا وسائر أخطائنا وسائر زلاتنا التي كنا نقترفها قبل رمضان. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة من سائر الذنوب والآثام. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ورحمة بعد الموت. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بشهر الخير ومقدمه يليخ الطهر مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه.